اهلا بيكم. النهاردة عامل لكم طمطم بطريقة سهلة خالص، هي عشان صغيرة بتاخد دقة شوية بس هتعرف تعملوها. عملتها ببواقي الخيوط، يعني اي نوع خيط اي لون هينفع معاكم، بس يا ريت الجسم يبقى فاتح والوش عشان يبقى ايه شكلها حلو. هنبدأ هنعمل دايرة سحرية، بنلفها كده وناخد الفتلة اللي قدام وناخدها كده وبعدين ناخدها كده. هنعمل في الدايرة دي 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6، وهنقفل الدايرة. وهنقص علامة وهنحطها كده. هنعمل في كل غرزة حشو 2 حشو، يعني تزايد في كل الغرز. يبقى كل غرزة حشو 2 حشو. هنعمل غرزة حشو اللي جنبها تزايد، غرزة حشو اللي جنبها تزايد. هخلصهم وارجع. خلصنا السطر، هنقلب العلامة. هنعمل غرزة حشو واللي جنبها حشو واللي جنبها تزايد، حشو حشو تزايد. هخلصهم وارجع. هننقل العلامة. هنعمل حشو 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 3 حشو تزايد، حشو 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 تزايد. خلص السطر. هنعمل 4 حشو، 1 2 3 4 تزايد، واحد 2 3 4 تزايد. كده هنغير العلامة. هنعمل المرة دي 5 حشو تزايد، 1 2 3 4 5.
تزايد، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، تزايد يعني 2 حشو في غرزة حشو كده. هنعمل 5 أسطر ثبات من غير تناقص ولا تزايد، هعملهم وارجع لكم. كده خلصت السطر على 42 غرزة حشو، عملت 5 أسطر ثابتين من غير تناقص ولا تزايد. هنبتدي نعمل تناقص. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، تناقص زي ما عرفنا بناخد الحرفين الأماميين ونسحبهم بلفة ونسحب دول. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، تناقص. خلصنا السطر، هنغير علامة. واحد اتنين تلاتة أربعة، تناقص. واحد اثنين ثلاثة أربعة، تناقص. خلصنا السطر، هنعمل واحد اتنين تلاتة، تناقص. واحد اتنين تلاتة تناقص. خلصنا السطر، هنعمل اتنين واحد اتنين، تناقص. واحد اتنين تناقص. هنبتدي نحشي. بعد ما حشينا بالشكل ده هنعمل غرزة حشو. غرزة حشو تناقص. تناقص. كده خلصنا السطر، هنعمل سطر ثبات من غير تناقص ولا تزايد، وعديناهم هيبقوا 12 غرزة حشو.
هنعمل كمان سطر ثبات 12 غرزة حشو. كده هقطع الخيط بعد ما اعمل غرزة منزلقة. بالشكل ده هنعمل بقى الكولا. هنعمل الكولا ازاي بقى؟ الحرف فيه دلوقتي، الغرزة فيها حرف من هنا وحرف من هنا. الحرف اللي هو الخارجي هنيجي من هنا اهو، هنعمل واحد سلسلة في نفس الغرزة، هنعمل عمود بلفة، وفي نفس الغرزة هنعمل عمود بلفة، وفي كل غرزة من الغرز الأمامية هنعمل عمود بلفة. اتنين، أربعة، ستة، ثمانية، 10، يبقى لسه كمان واحدة الغرزة الأمامية. بالشكل ده وهقص الخيط وهداريه. في نفس المكان الغرزة التانية هنربط برضو، وبعد كده هننضف كل الخيوط دي. عند الحرف وهنعمل اتنين عمود في غرزة الحشو، يعني تزايد في كله. بالشكل ده هخلصها وانضفها وارجع لكم. كده خلصناها، هننضف بعد كده الخيوط دي وهوريها لكم بقت ازاي. بقت بالشكل ده الكولا، هوريكم هعمل ايه. غرزة حشو واللي بعدها تزايد، هي بتبقى صعبة في الفرع الداخلي شوية. كل الخيوط دي هنداريها، غرزة حشو اللي بعدها تزايد. غرزة حشو اللي بعدها تزايد. هنخلصهم بالشكل ده وننضف الخيط وارجع لكم. كده خلصوا على 18 غرزة حشو. هنعمل السطر اللي جاي
عادي بقى في الفرعين هنعمل غرزة حشو، 2 حشو يعني واحد، وبعدين اللي جنبها واحد، واللي بعدها تزايد. واحد واحد اللي بعدها تزايد. كده خلصنا السطر على 24 غرزة حشو. هنحط العلامة هنعمل واحد حشو، واللي جنبها حشو، واللي جنبها حشو، تزايد، اللي جنبها تزايد، واحد حشو، 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 اللي جنبها تزايد، يعني 2 في 1. هخلصه وارجع. كده خلصنا السطر، هنعمل 1 2 3 4 اللي جنبها تزايد. كده خلص السطر، هنعمل 5 حشو تزايد، 1 2 3 4 5 تزايد. هخلص سطر وارجع لكم. كده لو عديناهم هنلاقيهم 41، كل ده 41 غرزة حشو. هنحاول نحشي الرقبة. هنقسمهم ازاي بقى؟ هنقسمهم 12 و12 24، و9 و9 18، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنعد 9 1 2 3 4، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بالشكل ده.
وكده هيبقوا 12. اللي باقيين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هنعمل ثابت 5 أسطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12. يبقى دول كده 24. هعمل 3 أسطر تاني وارجع لكم ثبات من غير تناقص ولا تزايد. كده خلصت. هعمل ايه الخطوة اللي جاية؟ هعمل منزلقة في الفرع الأمامي، ونعمل غرزة سلسلة، وفي نفس الغرزة عمود بلفة، وفي نفس الغرزة عمود بلفة، يعني التزايد في كل غرز الحشو تزايد بعمود بلفة. في الفرع الأمامي، عشان الفرع الخلفي هنعمل فيه بقية الجسم اللي هي الرجلين. يبقى تزايد في كل غرز الحشو عمود بلف. هخلصهم وارجع لكم. بعد ما خلصنا السطر عند اول غرزة سلسلة، وهنعمل كده، وهنعمل سلسلة، ونعمل 2 في نفس الغرزة، ونعمل 5 أسطر بالشكل ده عند الفرعين مش فرع واحد من غير تزايد ولا تناقص. هنخلص 5 أسطر وارجع لكم. وكده خلص الفستان. عملت منزلقة وهوصل الخيط كده. هبتدي اشبك الخيط تاني. هربط كده
ممكن اعمل الغرزة العكسية، وممكن اعمل غرز حشو وعادي اللي يعجبكم. بالشكل ده يعني، بدل ما امشي كده امشي كده. اسمها غرزة حشو عكسية. بتدي شكل فستانات حلو للفستان. هخلصهم وارجع لكم. وكده خلصتهم، وهعمل منزلقة قبل ما احشي. هنربط برضو فتلة ونزود القط دوت، لان احنا عايزين نعمله نص كم عشان دايما طمطم بتلبس بنص كم. وهنعمل الشكل ده. هنعمل بالشكل ده سطرين، ونعمل الناحية التانية وارجع له. كده خلصت الناحيتين. هعمل منزلقة واقص الخيط. وادخل الخيوط في الفرع الداخلي. هنعمل عند كل غرزة حشو غرزة حشو، وهنسيب الفرع الخارجي عشان نعمل كورنيشة من نص كم بلون تاني. ونكمل بعد كده. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، لسه التسعة. ونكمل بعد كده عادي الفرعين ناخدهم. بالشكل ده هنعملها بقى. هنشتغل على العدل، هنشتغل عادي كل غرزة حشو عليها غرزة حشو على الفرعين عادي خالص. هنعمل كده 10 أسطر وارجع لكم. بالشكل ده عملت الصباع ده. هوريكم ازاي. يعني انا عملت 8، 2 باللبن زي ما انتوا شايفين، وبعدين عملت 8 بالبامبي اللي هو الجسم. وبعدين اعمل اخد لفة كده في الغرزة اللي هو اللي ناحية الفستان في الركنة دي.
هنعمل كده ونشيل مرة تاني، ثلاثة أربعة، وناخدهم مرة واحدة ونعمل نجمعهم كده، وبعد كده نمشي السطر عادي خالص. هوريكم اعمل ايه. نيجي عند الغرزة، هنسيب دي خالص، هنيجي عند الغرزة دي اللي بعدها على طول ونعمل كده اهو. بالشكل ده اول ما جينا عند الصابع هروح عامله كده، وكل غرزتين قصاد بعض اربع غرز، بالشكل ده هقص الخيط وهسحب، هسحب الخيط كده فاكرين الفرع اللي احنا سيبناه الامامي. هنعمل ايه؟ اهو هنشبك الخيط بالشكل ده، وهنعمل واحد اتنين في نفس الغرزة، اتنين تلاتة أربعة، أربعة حشو في غرزة واحدة، والتانية هنعملها منزلقة. اللي بعدها أربعة حشو في نفس الغرزة، واللي بعدها الغرزة باينة اهي، باينة اهي واضحة خالص، هنعمل منزلق. هنعمل أربعة، واحد اتنين ثلاثة أربعة، اللي بعدها منزلق. هنعمل كده مرتين كمان، وارجع لكم.
هنحشي كده الايدين بالطريقة دي حتة صغيرة حتة صغيرة كده. كده حشينا الجسم، الأسطر اللي سبناها الخلفية هني كده في النص بالظبط. ونحط اهو اهي الغرز دي اهي واضحة. هنعد 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ونتأكد من الناحية التانية. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12. يبقى احنا كده ماشيين صح. هنشبك الخيط البامبي اللي هو لون الجسم، وهنربطها بالشكل ده كده. هنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنعمل 12 سطر ثابت من غير تزايد ولا تناقص. هعمله لكم وارجع. وكده بعد ما عملت 20 سطر من غير تزايد ولا تناقص على 12 غرزة حشو من الناحية الخلفية، علشان هنعمل لها زي كده كنار شراب. هعمل 3 أسطر هعملهم ورا الأمامية. هنشبك خيط وهنعمل في كل غرزة حشو غرزتين حشو بالشكل ده قبل ما نحشي عشان الحشو ما يضايقناش. اهو
بعد ما خلصناها هنربط الفتلتين وهحشر الفايبر كده وهنعد 1 2 3 4 5 6 نرتفع كده ونعيد تاني عليها ونفس الحكاية هنعملها الناحية التانية بالشكل ده هعمل العين التانية وارجع لكم هنبتدي نعمل الودان عملت لكم لسه الودان التانية هنعمل الدايرة السحرية 5 4 2 3 4 5 ونشد الفتحة هنقفل ممكن الدايرة هنعمل علامة عند أول غرزة حشو هنعمل 2 2 حشو كل غرزة فيها 2 حشو يعني الخمسة هيبقوا 10 10 وهنلاقي العلامة هنعمل غرزة حشو اللي جنبها كذلك غرزة حشو اللي جنبها سبات من غير تناقص ولا تزايد يعني هيبقى 15 احنا خلصنا سطر عند 15 هنعمل سطرين 15 وبعد سطر تاني 15 هنعمل السطرين ثبات من غير تناقص ولا تزايد ولا عدد كده خلصنا السطر هنعمل 3 حشو 1 2 3 تناقص
اخلص السطح كله كده ارجع لك. خلصت السطح بقى 12 غرزة خشب، هعمل ثبات 3 اسطر، هعمل 3 اسطر ثبات من غير تناقص ولا تزايد على 12 غرزة خشب. خلصت السطر على 12 غرزة حشو 3 أسطر، هنعمل 1 حشو واللي جنبها حشو تناقص. هخلص السطر وارجع، هنعمل سطرين ثبات من غير تناقص ولا تزايد على 9 غرزة حشو. هخلص وارجع، حشو تناقص، هعمل سطر ثبات وكده خلصت الودن. وكده عملت علامة عشان دوران الوش، وبعد كده عملت الخيط، يعني عملت مثلا كده على الصباعين كده، عملت كتير، وبعد كده قصقصته من ناحية دي ومن ناحية دي عشان الشعر يبقى صغير، لأن شعر طمطم مش كبير. وبعد كده اهو بعد ما قصيته هشيل طبعا الخيوط دي، انا بس عشان ما ضيعش وقت عملت هخيط الودان عند بداية بداية لما اشتغلنا الدايرة، هخيطهم بالشكل ده عند المكان ده بالظبط، هخيطهم وارجع. كده خلصت الودان، هبتدي افك الخيط اللي انا محددة بيه دوران الراس، بالشكل ده يبتدي بقى نربط بالشكل ده. هنمسك الخيط ونكنيه كده ونكون مدخلين الإبرة ونسحبها كده اهو، اهو بالشكل ده كله بالشكل ده اهو، هتني كده الخيط وأدخل الإبرة في الغرزة وبعدين اخدها كده اهو كأنها حلقة، وبعد كده اسحبها كده. سهلة جدا، بس انتوا طولوا الخيط شوية وبعد كده قصوه عادي، مفيش اي مشكلة. نحاول نملى كل الفراغات، هنتنيها كده بعد كده نسحبها كده، وبعد كده ناخدهم هما الاثنين كده، هنملى كل الفراغ. هيبقى مش قدامنا غير ان احنا نعمل العين، مش عارفة بقى اعملها بالخرزة ولا اشغلها. بعد ما اخلص الشعر كله هنعرف نعمل ايه. هنقصقص بقى الزيادة،
خلصت العين دي، هخلص العين دي. انا عملت دايرة بالقلم في الاول عشان امشي عليها. عملت لها نقطة هنا ونقطة هنا بالأبيض كأنها إضاءة. وكده بعد ما خلصنا العين وخلصنا طمطم، دي كلها ببواقي الخيوط. طبعا لو عندكم خيط كتير هتبقى أحلى، ولو عملتوها بذوقكم هتبقى أحلى. يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملولي لايك واشتراك عشان يوصلكم كل جديد.